رحت اسم محرم بيه تاني يوم على الساعه 10، خدونا على فرع امن الدوله في مدينه في الفراعنه، خدونا الفراعنه فوجئت بغمايه بتغمى بيها، بعدين نزلونا تحت السلم الفاظ وشتيمه وي وي وي، بقيت مستغرب اللي بيحصل. طب في ايه؟ طب فهموني، اخرس ما تتكلمش، طب اطلع اتكلم مع حد، طب حققوا معايا في ايه؟ ما تتكلمش. طيب المهم بعد كده نادوا على اسمي، رجعوني اسم محرم بيه، لقيت نفسي بتفيش وبتصور وكاني عملت جريمه فعلا. تاني يوم بنت الليلة في محرم بيه، تاني يوم على طول ودوني المديريه القديمه، خدوني رحلوني في المديريه القديمه في اللبان. نزلت تحت المديريه القديمه، لقيت اخونا السيد ابراهيم والشيخ احمد حسن ومحمود، لقيت مجموعه كانوا معتقلين معايا في الاعتقال الاولانيه. طلعونا فوق في الدور الرابع في المديريه، اتغمينا واتكلبشنا ودخلنا على المديريه، قعدونا في الحمامات في مكان اعزكم الله في الحمامات. واحنا موجودين جوه بدات اسمع صراخ شديد جدا 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 طالع من اوضه التحيات، من غرف التحيات. بقيت مستغرب ايه اللي بيحصل، وفي نفس الوقت مطمن ما عملتش حاجه، اكيد ناس مشترين فيهم، او فعلا الناس اللي عملت كده ايه هم مسكوهم، انا ماليش دعوه، انا مش هيحصل معايا كده. اتنادى على محمود، اول ما اتنادى على محمود عبد الحميد اتنادى عليه من على الباب، كان متاخد ضرب دب 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 دب، سمعت افيان وضرب وشتيمه وسب. بقيت مستغرب اللي بيحصل، بدات اقلق بقى، قلت اكيد ده هيحصل معايا، حسيت ان في غدر، في خيانه بتحصل. خدوا محمود ضرب ضرب، ما سمعتش غير صريخ محمود، وبعد كده انتهى. بعد كده سمعتهم بيقولوا سامح معروف، نزل سامح، نزل واحد من ايوان الشرطه، جه سامح معروف قلعوه، قلع طبعا سامح. بدات ان انا احاول ارفع الغمايه من على عينيا، يعني بصعوبه على ما رفعت الغمايه وشفت سامح متجرد من ملابسه اعزكم الله فاهمني، ومتبهدل جسمه، متبهدل جدا 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 تمام. الكلام دوت لحد العشاء، الاتحاد شغاله والصريخ شغال. دخل واحد اشرف فهمي، رحت قايم، المهم انا دوبك دخلت، خدني من الطرقه بتاعت الحمامات، دخلني على المكتب، لقيت لك حوالي خمسه دب دب دب، ضرب هستيري، ولا رقم تليفونك كام، لسه ما حدش يقول رقم تليفوني. قال لي الجزار، قال لك ايه الجزار، مين الجزار في السجن، ما اعرفش عن حاجه، انت بتكلم مين، دب ضرب مش عارف اتنفس من كتر الضرب، ما بقتش، وقعت على الارض طبعا، ضرب بالجزم، ضرب بالشرايين، ضرب هستيري، في حركه لا اراديه مني ضربت ظابط برجلي في جنبه، حركه لا اراديه مني، وطب راح جاي مكهرب فيا، على كهرب فيا، قال لهم لا لا ده ما بيتكهربش هنا، ده انا عارفه ابن كذا، هاتوه. جربني من ملابسي وراح جاي رابطني على السرير، السرير اللي ربطني عليه، وبدا جسمي يدهن بالجاز، كهرباء شديده جدا، ما بقتش قادر استحمل. طب انت عايز مني ايه؟ طب قول لي انت عايز ايه؟ قال لي ولا انا متاكد اللي كان بيحقق معايا ده واحد اسمه هارون نازل من القاهره، سمعتهم بيقولوا له يا هارون بيه مكر. قال لي ولا انا متاكد ان انت مالكش في حاجه وما عملتش الكنيسه، بس انت فيني حاجه عدت قدامك، معلومه اتقالت قدامك، كلمه، اتصال حصل، والله ما في حاجه، والله ما عملت حاجه، لا في طبعا تعذيب شديد جدا، بيزود الكهرباء تدريجيا عليا تمام، بقيت اصرخ على اخري، انا ماليش دعوه، خلاص انا هقول على كل حاجه، انا هقول على كل حاجه. قال لي قول، قلت له انا اللي فجرت الكنيسه. قال لي فجرتها ازاي؟ انت كذاب، انت ما فجرتش الكنيسه، بس انت ليك دور. ما حصلش، والله ما فجرت حاجه، ما حصلش الكلام ده، ماليش ادوار ولا غيره، انا ده اللي قلته لك. وراح جاي مكهربني تاني كهرباء شديده بقى، بدل ما هارون كان بيكهرب بقى ثلاثه اربعه ماسكين دولك على جسمي لوحدي، كهرباء شديده جدا من كتر التعذيب، مش قادر اخد نفسي، نفسي اتكتم ومش قادر اتكلم خالص فاهمني، وانا بتفلفص الغمايه وقعت من على عيني، لقيت حسام قاعد على يميني وانا الغمايه وقعت على عيني، بقيت اصرخ اقول لهم الغمايه عشان يحطوها، عشان لو حس ان انت شفته هتتفرم اكتر. راح جاي حسام، بصيت لقيت حسام وشه، يعني حسام نفسه خايف من اللي بيحصل له، وتعبيرات وشه يعني عايز اقول لهم ده ملوش، مش قادر يتكلم، هو نفسه مرعوب، لا مؤاخذه حبه وهيعملها على نفسه، اسف، هو نفسه قاعد مرعوب. ببص لقيت لك هارون اللي بيعزف فيا ده، واحد جرين كده تخين بكرش عليه سواد، غضب الله عز وجل على وشه، شعره اكرد، شكله قبيح، اعوذ بالله تمام. بدا يشتم في امناء الشرطه، انتوا يا ولاد كذا ولا كذا، ازاي الغمايه تربطوها بالمنظر ده، ازاي تربطوا الغمايه ده بالمنظر ده، اربطوا الغمايه كويس على وشه تمام. بقيت مستغرب ايه اللي بيحصل، وانا برضو شفت من ضمن اللي شفتهم ادهم صلاح، ادهم البدري كان ماسك دولك، الدكتور ادهم البدري متسمي الدكتور هناك، من لطفه مع الاخوه، ويا حبيبي ويحشكك ويدلعك، وطلع مجرم ومسك دولك وكان بيكهرب فيا وبيعذب فيا، ادهم البدري تمام، شفتهم كلهم. فطبعا لما شفتهم اتجنوا اكتر، ربط الغمايه بدا يعذب تاني، بقيت اصرخ بلا اله الا الله، يقول لي مش هنقولها لك، والله ما هنقولها لك، اقول له مش هتناولني ايه، يقول لي الشهاده، اقول له لا اله الا الله،
واصرخ بلا اله الا الله. يقول لي مش هنقولها لك، اصرخ بلا اله الا الله. يقول لي برضه مش هنقولها لك. بدا يكهربني بوقي لحد ما كل الجلد اللي كان على شفتي اتشقق، مش قادر خلاص، مش قادر اخد نفسي. اغمى عليا، قال لي انت بتشتغلني؟ اغمى عليا فعلا، ما بقتش حاسس، بقيت يا دوبك سامع كلام بسيط كده. راح جايب صوابعي، اقسم برب الكعبه صوابعي دي كانت خلاص قربت كلها تتكسر هنا كده. فقت اول ما جت صوابعي دي اتقطم هنا كده، بدات افوق. نزلونا بعد كده، ببص تحت لقيت جثه السيد بلال رحمه الله، لقيت السيد بلال موجود تحت رحمه الله. فبقول له يا سيد انت ايه اللي جابك؟ شيخ منظري طبعا، الشيخ سمير معروف، شيخ منظري اخونا احمد، شيخ منظري نازل بالبخاخه مش قادر اتكلم مع حد. ببص لقيت السيد بلال فبقول له انت ايه اللي جابك يا سيد؟ يعني قال لي امر الله نفس. فبقول له طب خير الحق. انت اتحقق معاك؟ قال لي انا اتحققش معايا، وكان اثناء التحقيق كنت بتسال على السيد بلال. تمام. فالمهم كان السيد بلال جه لي 4-1، ليله 4-1 الساعه 3 بالليل. فصلينا ظهر الاربع، صلينا الظهر مع بعض، ونادوا على السيد بلال، والسيد بلال قايم من مكانه رحمه الله بينادوا عليه عشان يطلع للتحقيق. فنادت عليه، انا عارف التعذيب اللي حصل لي، السيد جسمه نحيف وحسيت انه مش هستحمل اللي حصل لي. فقلت له يا سيد لا اله الا الله، اوعى تسيبها، واستمر يا سيد في قول لا اله الا الله. بصيت له كده قال لي حسبي الله ونعم الوكيل، دول المجرمين وبعلمونا الجبن، دول المجرمين وبعلمونا الجبن واحنا ما عملناش حاجه. وراح جاي طاقه كده على اخونا السيد ابراهيم وقال له خلي بالك من ابني يا سيد، وزي ما يكون حاسب اللي حصل له رحمه الله، زي ما يكون حاسب اللي حصل له. قال له خلي بالك من ابني. السيد طلع رحمه الله. وبعدين طلعنا بساعة، طلعت أنا وأحمد حسن وأخونا أمير وأخونا السيد إبراهيم، طلعنا فوق سمعنا شدة التعذيب، تعذيب هستيري على الأخوة بيحصل. تاني يوم بعدها تاني يوم على طول بالتعذيب الشديد دوت، التعذيب هادي خالص، حسيت إن الموضوع هدى.